طب كان لافت للنظر هو وجود حالة كبيرة من التوتر في الفترة الراهنة ومتصاعدة أيضا بين كل من روسيا وبريطانيا. الروس اتهموا البريطانيين بأنه كان لهم يد في هذا الهجوم الذي وقع في القرم واستهدف الأسطول الروسي عن طريق مشاركة خبراء بريطانيين من القوات البحرية البريطانية في هذا الهجوم. بماذا تعلق على هذه الاتهامات الروسية لبريطانيا؟ والله أنا حاولت حقيقة أقرأ في هذا الموضوع عشان أشوف ما دليل الروس على يعني هذه الاتهامات. هل هناك أدلة دامغة؟ هل تم تصوير عدد من مثلا القوات البحرية البريطانية فجروا هذا؟ يعني الحقيقة لم أجد أي دليل من روسيا، لم تقدم روسيا أي دليل على أي شيء، لكن كل ما قدمته روسيا هي قالت أن هناك رسالة نصية ذهبت إلى رئيسة الوزراء البريطانية، يعني انها ان تم الامر، او بمعنى انه تم تفجير يعني، لكن لا يوجد اي دليل قدمته روسيا على هذه الادعاءات. ربما بريطانيا تكون فعلت هذا الامر، لكن على روسيا الحقيقه اذا كانت تريد ان الناس يعني ان نحن نصدقها تحتاج ان تقدم دليل غير الرساله النصيه الوهميه التي يدعون انهم يعني تعقبوها يعني. طيب المخابرات البريطانية تقول بأن روسيا نقلت صواريخ باليستية إلى بيلاروسيا في الآونة الأخيرة، فماذا تعلق على هذه الأخبار؟ أعتقد أن هناك نية من روسيا لفتح جبهة على أوكرانيا من بيلاروسيا، وبيلاروسيا هي جزء من الاتحاد الروسي ويعني دولة حليفة لبوتين، ويعني إذا قرر بوتين أن يفتح جبهة من بيلاروسيا، للأسف بيلاروسيا لا تستطيع يعني أنها يعني ترفض هذا الطلب من بوتين. طيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينما يتوعد بالمزيد من الضربات الروسية التي تستهدف كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، ماذا تعلق على حالة التوعد تلك؟ والله كل ما بيتوعد بالمزيد من الضربات، سبحان الله، يعني من أصل 50 صاروخ على سبيل المثال أطلقتهم روسيا، تم اعتراض 44 صاروخ، وبيتم توجيه ضربات أقوى إلى روسيا، وبيتم ضرب بعض المدن الحدودية الروسية الملاصقة لأوكرانيا. فكل حقيقة ما يعني بتزداد نبرة الوعيد والتهديد من الرئيس بوتين، بيتم توجيه ضربات عنيفة له وللجيش الروسي.